يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، ما هو واجب طالب العلم تجاه ما يعرض في بعض القنوات الفضائية التي تظهر طريقة الروافض وتبين أمورهم وأحوالهم، حيث قاموا مؤخرا بإخراج من يسب عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمها مما برأها الله عز وجل منه؟ على كل حال الإنسان في عافية، إذا تجنب هذه الأشياء هو خير له، لأنها تشوش عليه وربما يدخل في نفسه شيء من الشكوك والأوهام، يجتنب هذه الأشياء وهو في عافية والحمد لله. نعم.